الثوره نجحت حتى لو اخفق الثوار. يعني ما نقولش ثوره 25 يناير فشلت. الثوار بعض الثوار بالذات امراء الفوضى فشلوا. انما الثوره نفسها دخلت تغييرات كبيره جدا على البلد احنا شايفين بعضها دلوقتي. والشرطه تتطور حتى وان كانت استخدمت من قبل فيما لا يليق بها. وبالتالي انا واحد من الناس اجد في ضميري كل الاريحيه، كل الثقه ان انا احتفل بعيد الشرطه اللي هو بالمناسبه الشرطه ما بتاخدش اجازه فيه، واحتفل بالثوره، وارى ان كليهما قدم ويقدم لهذه البلد ما تستحق. رحمه الله على شهدائنا من كل الاطراف.